السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالكم قناه الصحه والرياضه فيتنس سانتي بور توس. الموضوع ديال اليوم غادي يخص ليام سي. بزاف منكم كنسمعوا به كنشوفوا في الاشارات، ولكن بزاف ما عارفينش اشنا هو. اليوم غادي نعرفكم اشنا هو ليام سي، وسيرتو غنعرفكم كيفاش تحسبوا كيفاش تكالكيلو ليام سي ديالكم، وغنعرف لكم الدور ديالو. الي اتو دو سويت. الوغ ليام سي هو واحد المشير اللي كيمكننا من معرفه حجم الفرد، واحد لانديكاتور كي نو بيرمي دو كونيتر لا كوربولونس دو لانديفيدي. الوغ كيفاش كنحسبوا هاد ليام سي؟ ليام سي كنشدوا الوزن ديال الشخص وكنقسموه على لا طاي ديالو مربع، الوزن بالكيلوغرامات مقسوم على لا طاي مربع. مثلا واحد الشخص اللي فيه 70 كيلو غادي نشدوا 70 كيلو مقسومه على الوزن على لا طاي ديالو اللي هي متر و60. الوغ 70 على متر و60، متر و60 مربع كتعطينا، حسبتها افون، كتعطينا 2.56. 70 مقسومه على 2.56 كتعطينا 27.34. دابا اللي عندنا هذا الرقم كيفاش غادي انتربريتو، كيفاش غادي نفسرو؟ الوغ شوفوا هاد الخانه اللي وريتكم، هو راه كما كتشوفوا الوغ 27.34. كما شفتوا الشخص داخل في الخانه ديالت لو سيربو، يلاه بدا لو سيربو. الوغ الا جينا نفسرو هاد المربع اللي الا كان عندكم ليام سي ديالكم قل من 16، فانتوما كتواجدوا في واحد الحاله اللي كتسمى حاله النحافه، يعني عندكم واحد لا ميغور. الوغ كيكون يقدر عندكم تكون عندكم سوء التغذيه، يعني في هاد الحاله الواجب عليكم انكم تستشيروا الطبيب، انكم تشوفوا الطبيب ديالكم باش تراجعوا التغذيه ديالكم باش ما تطيحوش مشاكل صحيه وتطيحوا في دي كارونس ولا مشاكل هرمونيه. هذه الحاله كنتكلموا على نقص التغذيه، وكنتكلموا على مال نيتريسيون. دونك واجب عليكم تشوفوا الطبيب ديالكم نيتريسيونيست، وغادي تبعوا نظام غذائي جديد باش ما تطيحوش في مشاكل صحيه، يكون عندكم نقص من المواد الاساسيه بحال الحديد بحال الفاخ بحال لي زوليغو اليمون، بزاف منهم بحال الكالسيوم، بزاف منهم اللي يقدروا يديو لكم الصحه ديالكم ويقدروا يأذيكم. اما اذا كنتو كتواجدوا بين 18 و 24.5 في الوزن ديالكم، هو طبيعي بالنسبه للطول ديالكم، ما عليك الا تحافظ على الصحه ديالك بيان سير، مع الحفاظ على تغذيه متوازنه، نظام غذائي متوازن، وممارسه الرياضه بواحد الشكل منتظم. دونك خاصك لاكتيفيتي فيزيك ريغيليير، وخاصك ان اليمونطاسيون ايكيليبري، هادشي اللي خاصك تحافظ عليه باش تحافظ على الصحه ديالك. ولا كان ليام سي ديالك بين 25 و 29.9، فراك كتعاني من لو سيغ بوا، كتعاني من زياده في الوزن. اما لك ليام سي ديالك اكثر من 30، فانت كتعاني من السمنه المفرطه لوبيزيتي سيفير. دونك خاصك تتابع واحد البرنامج غذائي تتناسب مع الاحتياجات ديالك، وممارسه الرياضه بشكل منتظم، يعني خاصك واحد لو بروغرام دو نوتريسيون داليمونطاسيون سولون لي بيزوان ديالك ولاكتيفيتي فيزيك. كما كتلاحظوا ديما لاكتيفيتي فيزيك ريغولير اي بيرن. وفي هذه الحاله مالوغوزمون كيولي عاجل وضروري انك تشوف تراجع نمط العيش ديالك ليجيان دو في باش تصحح التغذيه ديالك، بيان سور مع المتابعه مع اختصاصي في الصحه ان ديتيسيان ولا ان نيتريسيونيست، لان هاد السمنه المفرطه مالوغوزمون تقدر تسبب لك مشاكل صحيه، هاد الدهنيات الزائده تقدر تسبب لك مشاكل صحيه اللي هي كاع لي مرضي ميتابوليك، تقدر تسبب لك الكوليسترول، تقدر تسبب لك السكري، تقدر تسبب لك ليبرتونسيون ارتيريال، الضغط في الدم، وامراض تنفسيه، وبيان سور كاينين دي مرضي غار حتى هما اللي يقدروا تكونوا ناتجين على سوء التغذيه. لان كما كتعرفوا المعادله سهله، الا كانت الاغذيه المتناوله اكثر من الطاقه المستهلكه، يعني ديك لينيرجي ديبونسي الي انفيريور ديال لي زابور اليمونتير، فبيان سور ان الجسم كيخزن هذيك الدهون، وبيان سور كنطيحوا في لو سيغ بوا اللي هي السمنه المفرطه، وبيان سور كيكون عندنا واحد الخلل في الجسم، والعوامل اللي كتسبب هذا الخلل هو سوء التغذيه، المواد المصنعه اللي كتكون عندها تغذيه غير متوازنه، وكيكون عدم الحركه ولا قله الحركه لا سيدونتاريتي. والعامل الثالث يقدر يكون الضغط، التوتر، الاستخاس، حتى هو اللي كيجعلنا اننا تنكرينيطي، دونك لو كور كيتبيرتيربا. والعامل الثالث بيان سور تكون عندها واحد العامل الرابع، تكون عندها واحد ليطا ايموسيونال ماشي ستابل، تكون واحد الحاله عاطفيه باستابل، دونك هادشي كيخلي الجسم انه كيولي فينيون،
واننا كنكونوا كنوليو ناكلو نيمبورط كومون نيمبورط كون دونك هادشي تا هو كيسهل في زياده الوزن. انا ضل لكم على واحد الاستثناءات فاش تبغوا ديروا الميزيراج ديال لي ام سي ديالكم، كاين استثناءات بيان سور ديال المؤشر ديال هاد الكتله. بالنسبه للناس اللي عندهم اللي كيديروا الميسكولاسيون بزاف يقدر يكون هاد لي ام سي طالع عندهم، ولكن صافي با دير انهم عندهم الكتله ديال الدهنيه، بالعكس عندهم كتله عضليه. دونك هذا المؤشر بيان سور راه ماشي فيابل في هذه الحاله عند الناس اللي كيديروا لارتوغوفيلي، الناس اللي عندهم كتله عضليه مهمه. الوغ كون العامل الاخر اللي هو عامل الجنس، الوغ بالنسبه لي بصي عند الرجاله نورمالمون راه ماشي بحال عند العيالات، لان حنا لي فام عندنا بلوس دو غريس، ومالوغوزمون بالنسبه للصفه عامه ان الانسان قد ما زاد فلاش قد ما كتزاد الكتله الدهنيه وكتنقص الكتله العضليه، دو لامبورطونس اللي خصنا نديرو الرياضه وخصنا نديرو ديما لغونفورسمون موسكولار. والحاله الثالثه اللي تقدر تكون استثنائيه، نقدر يكون عندنا ان ام سي طبيعي وبورتون الرشاقه ما كايناش، يعني لا بيرسون اللي خدينا ليها ليام سي ديالها عندها واحد الكريشه لقدام، دونك خصنا نردوا البال ان يقدر يكون سوء التوزيع في هذا القاد في هذا اليابسي، يعني اليابسي ماشي فيابل، تيكون عندنا سوء التوزيع ديال الكتله الدهنيه، ما كتكونش واحد الرشاقه بالنسبه للناس اللي عندهم الكريشه. بورتو اليابسي طبيعي، باش تاكدوا من اليابسي ديالكم وكان عندكم الشك دونك حاولوا ديروا الميزيراج ديال لاطاي باش تعرفوا، لان سبق لي ودرت لكم فيديو راه غتلقاوه في الفيديوهات ديالي ديال كومون ميزيغي لاطاي وعلاش ميزيغو لاطاي ديالنا. دونك باش تاكدوا بالنسبه للناس اللي عندهم الشك وعندهم الكريشه، ليام سي خصو يكون طبيعي وعاد لو تور دو طاي، راه قلت لكم كيفاش تعبروا لو تور دو طاي، غتمشيو للفيديو ديالي راه فيه 5 دقائق وباش تعبروا كيفاش تعبروا لو تور دو طاي باش تاكدوا ان ليام سي ديالكم راه ماشي فوق راه فيابل. وباش تاكدوا خاص لو تور دو طاي ما يفوتش لا مواتيي ديال الطول ديالك، مثلا الا كان فيك متر و 60 خاص لو تور دو طاي ما يفوتش 80، كانت فيك متر و 40 خاص لو تور دو طاي ما يفوتش 70، فوالا. دونك هذاك الشيء اون فونكسيون ديال الطول ديالك. في هذه الحاله خاصنا نردوا البال لان الدهون كي سبق ليا وقلت لكم في واحد الفيديو، الدهون اللوكاليزي اللي كتكون في الكريشه ولا كتكون هنايا، دونك سيرتو ديال الكريشه راه ضاره خاصنا نحاربوها، لان هاد الدهون هي اللي كتلوكاليزيا فيها ديك الدهون المضره ويقدر يكون فيها الكوليسترول. الو دابا اللي عرفتوا ليا بصح شنو هو وعرفتوا العلاقه ديالته مع التغذيه ومع الرياضه، ما عليكم الا تحافظوا على تغذيه متوازنه وممارسه رياضه بانتظام، اكتيفيتي فيزيك ريغولير بيرين باش تحافظوا على الصحه ديالكم. فوالا غنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا، نقول لكم على خير ان شاء الله. تشاو.